سلام المسيح مع جميعكم، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة. بصلي النهاردة أنه يعرف الكثيرين منكم طريق السلام مع الله، وأنكم تذوقوا محبته وحضوره اليوم الآن في هذه اللحظة. ربنا يلمس قلوب الجميع، كل المستمعين. أولا حابة أني أنوه أنه حلقة النهاردة فيها بعض مشاهد العنف، ومش بس مشاهد، هي كمان الحديث عن أحداث فيها عنف كتير ممكن تأثر على صغار السن الموجودين حواليكم. فأرجو أنكم يعني كل واحد على راحته يحتاط للأمر ده، مين اللي بيسمع حلقة النهاردة. لكن طبعا الحلقة موجهة لقلبك ولقلبك النهاردة عشان تفكروا وتختاروا وتتسألوا على اللي بيحصل حواليكوا، وأيضا علشان الإخوة المؤمنين اللي بيسمعونا النهاردة إننا نصلي بلجاجة أكتر، وإننا نرفع أخواتنا اللي تحت اضطهاد أكتر، وإننا نرفع المضطهدين أيضا أمام الرب أكتر. إحنا محتاجين المسيح. خليني أكلمكم عن عنوان حلقة النهاردة، وهو هداني الله فقتلته. فطبعا العنوان ده لا يعبر عن معنى حقيقي احنا نؤمن بيه ولا حاجة، ولكن دي مقولة قالها قاتل الشاب راني رائف، اللي قال الكلمات دي في فيديو، عمل فيديو علشان يقول لنا هو ايه أسباب فخره بقتل الشاب راني رائف. الكلام ده كان في رمضان، يمكن أسبوعين أو ثلاثة، مش قادرة افتكر التاريخ، لكن عايزة احنا عملنا مقطع على موضوع راني رائف. اللي حصل انه راني خلص شغله طول النهار وراح المحل بتاعهم، وهو قاعد في المحل حصل انه واحد ملثم او يمكن اتنين، محدش عارف يعني لحد دلوقتي معرفش، لكن واحد لابس يعني لبس حربي كامل، ومعاه مش بس بندقية، يعني ده مدفع اوتوماتيكي او بندقية اوتوماتيكية، ودخل وضرب رامي 20 رصاصة، منهم 16 كانوا في جسد رامي، وطبعا انتهى الولد على الحال ده. الغريب انه الرامي المحل بتاعهم قدام الاسم وتحت شباك المأمور، زي ما الكل بيقول كده، ده تحت شباك مأمور الاسم. في الفيديو اللي هنتكلم اللي هنحطه بعد دقيقة ده، الشاب ده بيقول كده، هو بيقول انه وهو تحت شباك المأمور، بس انا ما حطيتش الحتة دي، لكن انا حطيت لكم مقطعين ثلاثة من الموضوع ده عشان تشوفوا المنطق يعني بص، حتى عايزاكم تنتبهوا لتعبيراته اللغوية وتعبيراته الجسدية ايضا. شيء مرعب الحقيقة، انه هناك دين يفصل الإنسان عن إنسانيته. خلينا نشوف الراجل ده بيقول هو قتل راني ليه. نبي دي اللي قتلت المسيحي ابتي الضبع، والله والله انا اللي قتلته، فرحان انا اللي قتلته. قتلته ليش؟ قتلته علشان امه محمد، الله مشرك بالله، مشرك بالله. الانجيل بتيحهم ما يقولش خاص، يقول هدى لهم، نجي ربنا منزل من انجيل هدى لهم، بس ما يجيش بالسحي في انسانه. ما يجيش ربنا في عيسى سورة البقرة قال ايش؟ قال موسى يقول لكم ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة، قالوا ما هي؟ قال انها بقرة صفراء فقلوناها تسير الناظرين. هذه هي البقرة، اقروا الآية هذه كويس وفسروا. ويا واحد عنده مثقال ذرة في حكي او كلامي نبيدي، يمشي الواحد شيخ عالم او ويا شيخ او يقرا بروحه بمصحف، يقرا في المصحف بروحه، مصحف تفسير هذا يقرا فيه. يبقى ايش فيه؟ ربنا امرنا بها هذه قبل الصلاة. هذا الإله أمرهم بالدفاع عنه، حقيقي كلامه محتاج ترجمة يعني للأسف، يعني ده المبكي المضحك في نفس الوقت. أولا بيقول لك يعني تعبيره أنه فرحان، فرحان أنه هو أطاع الله. يا جماعة
الناس الشيوخ اللي هيشوفوا ده والناس المسلمين اللي هيشوفوا ده هيقول لك لا ده مش فاهم القرآن، عشان اتكلم على السورة بتاعت سورة البقرة اللي المفروض انه موسى الخرافة بتاعت البقرة الصفراء. اوكي، فخليني احكي لكم حكاية البقرة الصفراء عشان تفهموا يعني هو بيقول ايه. هو بيقول انه كان بيقرأ المقطع اللي في سورة البقرة عن الشعب اسرائيل، الرجل اللي قتل، وراحوا يقولوا لموسى احنا مش عارفين مين اللي قتله، فقال لهم هاتوا بقرة صفراء واقروا وشوفوا اذبحوها. فراحوا يقولوا له البقرة دي صفاتها ايه، فقالوا له قال لهم تسر الناظرين. المهم ذبحوا البقرة وضربوا الراجل بيها، فالراجل اتكلم وقال فلان اللي قتلني. اوكي، يعني اولا هو مش عارف حتى يقول تسر الناظرين دي، يعني مش عارف حتى ينطقها، مش عارف يقرا الكلام. لكن مش دي المشكله. هو اثر هذا الكلام واثر فهمه العام للفاصل بينه وبين اي انسان تاني حواليه، اذا ما قالش انه مسلم او اذا ما معاش يعني يدافع عن الاسلام، في فاصل، انت كافر، وفي فاصل بينه وبين هذا الكافر، والكافر ده ما يقربش منه، وخدوا الانجيل بتاعكم ده وقعدوا على جنب. لكن انا قتلته وانا حسيت بارتياح، علشان انا لما قريت القرآن فهمت ان ده دوري الاساسي. انا بترجم لكم بس هو ده اللي بيقوله. اوكي، بس الغريب بقى انه في نفس سورة البقرة دي، بعد ما يحكي لنا حكاية البقرة الصفراء دي، فيها بيقول لك ايه، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، ذلك لهم خزي من الدنيا في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. اوكي، فهو يعني ما بعدش قوي عن الموضوع، هو كان منشغل بحكايه البقره الصفراء الفقع لونها دي، وبعدين على طول راح رايح للايه اللي بتقول انما جزاء الذين كفروا. هو كده اللي بيحاربوا الله ورسوله، انهم تصلبوهم وتقطعوا ايديهم وتفرقعوا فيهم قنابل وكل الكلام ده. ما اللي يدور يفهم، هو عنده حق، اللي يقرا هيفهم. بس انا بقول انه القران مهما حاولت انك يعني تتظاهر انك لا ترى ايات العنف فيه، هو لا يعطيك الا عنف، انفصاليه، تمييز ضد الاخر، كراهيه في قلوب الناس. والجاهل هيقوم بهذا العمل علشان يرضي هذا الاله ويطلع فوق بقى ياخد حور العين اللي الشيوخ قاعدين عمالين يعني ينفخوا في ادمغه الناس دي هذه السموم. دي مش مشكلة الراجل ده بس، لا، دي مشكلة المعلم الأساسي، الصوت اللي في القرآن اللي بيقول إنه هذا الشخص اللي قدامك ده شخص يجب أن يقتل. نسمع بقية الفيديو اللي جاي ده ونشوف كده إنه إذ إيه أثر كلمات القرآن عليه، إيه أثر الفعل اللي عمله بعد ما قتل وشاف الدم وهو ما اتمسكش، مش كده؟ هو عايش بحرية. أنا يعني بتساءل ليه ما اتمسكش؟ ازاي ما يتمسكش؟ آثار هذه الكلمات اللي خلته يعمل العمل ده لسه موجودة في ناس كتير، وده هنشوفه النهاردة على مدار الحلقة كلها. هنشوف الآثار المترتبة على الجرائم اللي احنا بنتكلم عليها دي، بس هي مش آثار مترتبة على الجرائم، هي آثار مترتبة على الأصل اللي اتعلمتوه. دايما نقول ايه، على الأصل دور، عندك أصل المتكلم في القرآن، إله القرآن بيقول كلام شيطاني، بينتج أعمال شيطانية. نشوف الفيديو.
مجيشي مسيحي، واحد مشرك، واحد مشرك غير اللي امن بغير سيدنا محمد هو مشرك، امن بغير سيدنا محمد مشرك بالله. نحن ما لناش دعوه بيه طبعا مشركين، ولكن ما يجيش يا بستحي في نسائنا، استحي في نساء تقول لا اله الا محمد صلى الله، تبى وحده راكبه تحت منها تقول لا اله الا محمد صلى الله، الكلام هذا ما ينفعش. هنا قلبي شرط فيه النار، قريت المصحف قلبي شرط فيه النار، ما طفيت النار مين قتلته؟ ولا اله الا الله محمد رسول الله ولا نعرفه اساسا، بس ما قريت المصحف قلبي شرط فيه النار، ما بردت النار مين قتلته؟ حق ربي برد. هذا اللي خلاني اني قلت له والله ما حد دزني، والله ما حد بعثني، والله نهائي، والله ما هذا درتنا من قلبي ومن اقرا في المصحف درته، مخلص لله، عبد المخلص لله، درت على خبرك إيه. وان شاء الله تبقى استفدت من المعلومه. ده طبعا حي القطوط ده واعش كده يعني لانه ده هو بيقول لا ما حدش بعتني، ده انا بص ده انا من عندي، ده فضل من عندي، ويعني والابتسامه اللي على وشه ده مبسوط، شوف بقى شوف يعني انا مش يعني حقيقي سماحه الاسلام على وشه، سماحه الاسلام في تصرفاته. انا عايزاكم تسمعوا الراجل ده كان في ذهنه ايه؟ كلمات القران، اوكي؟ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. الانفال، الانفال دي يعني من الصور العجيبه في القران المليئه بالايات المرعبه. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، انا اللي بعمل يا ابني، انت ايدك دي انا اللي ماسكها، ارمي انت بس. أنا القاتل، نعم إله الإسلام هو قاتل راني، طبعًا إله الإسلام هو قاتل راني. وللأسف والمرارة الشديدة اللي جوايا إنه قاتل نفس هذا الإنسان أيضًا. لأن ده راجل يعني مهما كان بناؤه بسيط لكن قتله إله الإسلام، وأنا بصلي إن الله يمد إيده عليه ويشفيه من هذا ويكون شهادة لعمل المسيح، والله قادر إنه يعمل كده. اسمع، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. أنفال برضو يعني إيه؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الراجل ده قال لك إيه؟ أصل ده كان مصاحب واحدة أو واحدة مسلمة، وأنا دمي حامي فما قدرتش، ولا هو يعرفه ولا هو يعرف راني ولا هو يعرف الحقيقة، ولا حد قال إن راني كان مصاحب واحدة مسلمة. طب انتوا تصاحبوا المسيحيات وتخطفوا المسيحيات وتستدرجوا المسيحيات وعندكم تحليل انكم تتجوزوا المسيحيات، تتجوزها وتجيبها في البيت وتعاملها معاملة الجواري، ولانها كافرة لا تسلم عليها ولا تصبح عليها وتجيب لك عيال وكل حاجة، ولو وما تقدرش تحبها كمان. عملنا كتير الحلقات دي، مش يعني مش من جيوبنا، ده من كلام الإسلام. انت تعمل كل ده وتضغط على انفاسها وانفاس اللي خلفوها لحد ما تسلم، انت ممكن. لكن واحد يكلم واحدة مسلمة لا. طب هي بتكلمه ليه؟ you know حدش يعني اصلا انت مالك؟ واصلا ازاي انه يعني واحد وواحده قرروا ان هم يعملوا حديث مع بعض فتقتلوا بالبشاعه دي بالجبروت ده؟ you know ليه؟ لانه هذا ما تعلمته من القران. you know الأنفال دي مليانة بالمصائب والبلاوي. وأعدوا لهم ما استطعتم من رباط الخيل، والكلام ده كله يعني جاي منين؟ من فكر هذا الإله، ده اللي بيصدر للناس البسطة دي. أنا بصلي فعلا شفاء للناس دي، بصلي انه فكرة ان هو الراجل ده فاكر ان هو عبد مخلص لإله يدعوه لقتل انسان اخر ويقلص انسانيته الى هذا الحد المتدني، لا يمكن يكون إله يتعب يتبع. ويقول لك انا لما قرأت القرآن قلبي انشرح بالإيمان فقتلت الرجل.
المنشرح بالإيمان، هكذا هو الإيمان وهكذا هي العقيدة الإسلامية، ودي النتيجة اللي محدش يطلع بقى يقول أصل ده مش فاهم، هو مش فاهم، لكن هذه الروح الشيطانية هي المزروعة في الكلمات اللي بي بي بيقرأها المسلم. يعني أنا أسأل حضراتكم، اللي بيقروا القرآن في أفغانستان وباكستان وكل الدول اللي لا تتحدث بالعربية وبيروحوا يقتلوا برضو ويروحوا ينضموا للدواعش والجماعات الإسلامية والقاعدة والكلام ده كله، ده بيحصل ليه؟ لأن هناك تأثير من الشر وتأثير روحي، الأمور دي مرتبطة بشياطين فعلا، فبتأثر على أفكار وحياة الناس بهذه الصورة. فيبقى العكس صحيح، ربنا شرح قلبه بالإيمان فأم قتل. وفي النهاية الأستاذ اللي بيعمل لنا فيديو تعليمي يقول كده في النهاية بقى، أنا أرجو من الله يعني الثواب عشان إنكم تكونوا استفدتوا، فياريت كل واحد بقى يخلي باله ويقوم يقتله 2-3 مسيحيين. فيديو تعليمي. ازاي يقرا عن البقره الصفراء فينشرح قلبه لقتل الكفار؟ لانه القصه مش قصه البقره الصفراء، هي القصه قصه ان هناك تحريض على الجهاد، وهو قال كده هي مهمتنا الاولى، بس هو ما عرفش يقول ان مهمته الاولى الجهاد، لكن هي مهمته الاولى. كل مسلم مستخدم من هذا الاله علشان يقوم بالعمليات اللي هذا الإله عايز يعملها، علشان إيه؟ يدخل الرعب في قلوب والإرهاب في قلوب الناس. دي الحقيقة. اعمل بحث وحط آيات القتل، آيات الرعب، آيات الإرهاب، آيات الترهيب، الكلام ده كله، شوف عدد الآيات إيه. ومهما قلت ان هناك ايات كويسه وحاجات لطيفه ولكم دينكم ولي دين ومش عارف، عندك برضو الايات اللي بتقول لك ما تواليش الكفار ولا اهل الكتاب ولا ده، يعني عندك الايات المعارضه اللي جت بعد كده فلغت الايات اللي انتوا بتقولوا عليها ايات كويسه. انت من حقك تختار ده عشان انت متربي، عشان انت انسان ثقفت نفسك وعلمت نفسك، وانت انسانه لا تقبلي ايذاء الاخرين. لكن الواقع انه من يقبل هذا الفكر يقبل الدعوه اللي هو مدعو ليها. والبساطه بتاعت الراجل ده، البساطه يعني دي بساطه مليئه بالمراره بالنسبه لي. خليني اتنقل للقصة التانية. والقصة التانية الحقيقة قصة مرعبة جدا، وهي قصة قتل وحرق الفتاة النيجيرية. والبنت هنشوف صورتها دلوقتي، هي طالبة مسيحية واتهموها الناس اللي هناك انها كتبت تويتة أو كتبت حاجة على تليفونها مسيئة للنبي، أو قالت حاجة، يعني الكلام مش واضح لحد دلوقتي. أنا مش عارفة إيه اللي حصل بالتحديد للبنت دي، يعني إيه السبب في إن ده حصل. خليني أقرأ لكم. بيقول كده: في حادثة مفزعة ومشينة رجم مجموعة طلاب مسلمين زميلة مسيحية في مدينة سوكوتو النيجيرية حتى الموت، وأحرقوا جثتها بعدما اتهموها بالإساءة للنبي محمد وفق ما أعلنت السلطات. ما هو طبعا يعني إيه، أي في الآخر لازم هتطلع يا أهنت النبي، يا أهنت الإسلام، يا أهنت القرآن كده، يعني ده على حد قول شخص. ممكن يكون الشخص ده فهم غلط، ممكن يكون الشخص ده بيتبلى على البنت او على الشخص اللي بيتهاجم. لكن بمجرد ما تقول محمد يقول لك واسلاما ولا اله الا الله والكلام ده كله. بيقول كده، بيقول: وكانت الضحيه ديبرا
صمويل قد كتبت نصا على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبروا زملائها مسيئا للنبي محمد، ورغم محاولة السلطات حمايتها وإخفائها في غرفة الأمن إلا أن عشرات الطلاب اجتمعوا وأخرجوها بالقوة. وبعدما قتلوها قاموا بتكديس إطارات سيارات مستعملة فوقها وأشعلوا فيها النار وهم بيهتفوا الله أكبر. هذه هي العلامة، ده التريد مارك بتاع إله الإسلام، الله أكبر. يبقى في جريمة، يبقى في مصيبة، يبقى في كارثة، يبقى في قتل، يبقى في إهدار لحق أحد، الله أكبر. وقالت السلطات أن الطلاب تعاونوا مع مجموعة مثيرة للشغب وأغلقوا الطريق السريع خارج المدرسة قبل أن تفرقهم القوات الأمنية، فيما اعتقل 2 من المشتبه بهم على خلفية الحادثة. يعني بيقولوا بقى بعد كده أنه تعتبر سكوتو واحدة من 10 ولايات في شمال نيجيريا، بيقولوا أنه فيها صرامة وفي التعامل مع الناس اللي بيسيئوا للنبي أوكي، أو أي حاجة فيها إساءة للإسلام، يعني حصل فيها أحكام إعدام. طيب هنبهكم أنه الفيديو اللي جاي ده أنا طبعا الكلام باللغة لغة البلد، لكن اللي هتشوفوه المشهد اللي في الخلفية هو مشهد الحريقة، جسد البنت بإطارات السيارات بيتحرق أوكي. الشخص اللي في صدر المشهد هو الشخص اللي معاه الكبريت اللي بيقول أنا حرقتها أهو، بصوا أنا بطل، لا إله إلا الله، الله أكبر. نشوف الفيديو. هذه النوعية من الغضب يعني البشع جدا الحقيقة، يعني ازاي تنظر لإنسان وانت طب يعني هي دلوقتي البوليس خدها وهيحاكموها وعايشة في بلد بتتعامل بصرامة مع المواد، يعني كانت هتتقتل بس كان لازم تطلعوها وترجموها وتحرقوها وتفتخر وانت عمال تنادي وتزعق الله أكبر الله أكبر قتلناها، يا فرحتك يعني، يا فرحتك، يا فرحة الإسلام بيك. وبعدين بقى حاجة غريبة جدا على تويتر، الناس بقى كانت بتكتب على الموضوع ده، فواحد بيقول بس للتوضيح يعني هي رجمت حتى الموت أولا وبعد كده أحرقت بعد ما ماتت، عشان محدش يعني يفتكر أصل حرق الإنسان ده يعني يخص الله، مش زي ما علي حرق وكده وبعدين قال له لا ما تحرقش، العقاب بالنار ده عقاب ربنا، فيعني العيال ما غلطوش قوي يعني، ما تفتكروش ان هم كسروا قاعده، هم رجموا قتلوها. وطبعا فيديوهات الرجم بشعه بشاعه غير عاديه. قالت رايها هي قالت رأيها، لو كانت قالت رأيها ولو كان فعلا الكلام ده مثبت عنها، فهي موتها أكد بشاعة هذا النبي وما أتى به، أو هذا الرجل وما أتى به، لأنه لا نبي ولا أي حاجة، ده يعني طبعا نبي كاذب. نصرة رسول الشيطان على جثث البشر دائما دائما ما سنجد انه ينصره هذا الرجل على جثث البشر. الثمن العمل عمل شرير فظيع، لكن المصدر في هذا العمل هي قلوب امتلكها الشر خلاص، يعني هذه القلوب اللي يعني غالبا الناس دي برضو العلامة الواضحة اللي فيهم هو الجهل المدقع بحقوق الإنسان، ب يعني أي نوع من أنواع احترام الإنسان للآخر أو لفكر الآخر أو جهل.
والجهل دايما يعني ايه نبت شر على طول. خليني اخد مكالمة معانا الاخت ابتسام من المانيا. اهلا بيكي يا اخت ابتسام. سلام المسيح معك اخت اماني. اهلا بيكي حبيبتي، سلام ونعمة. عم شوف الحلقة ومخنوقة جد، رح أبكي. أنا عم استغرب ليش كل هالحقد وهالغضب وهالظلم؟ ليش هون الإسلام ببلادنا بأوروبا عم تعامل أحسن معاملة؟ نعم. يعني على سبيل المثال أنا كنت معلمة هون بألمانيا، عم ساعد المعلمة الألمانية بالصف وهي عم تعطي درس تاريخ، هذا مثال. فمهد شاب عمره 12 سنة كانت هي عم تحكي عن درس تاريخ عن الكنيسة. أيوه. وشي طبيعي إنه ضمن درس التاريخ رح تتحدث عن الكنيسة. فخبط على الطاولة وقال إذا رح تحكي عن الكنيسة أنا رح أترك الصف وأطلع. أنا استغربت من المعلمة ما حكت ولا كلمة. Yeah. فأنا وقتها قلت لها اسمحي لي أحكي معك. قالت لي تفضلي. قلت له أنت ليش عايش هون بأوروبا؟ شو عم يشتغل أبوك؟ قال لي احنا ابي ما عم يشتغل، عم ياخذ من السوسيال، يعني من مساعدات الانسانيه، مساعدات الحكومه، مساعدات الحكومه. قال احنا 10 اشخاص وامي وابي 12. قلت له انتم عم تعيشوا من الدوله وانت عايش هون باوروبا؟ قلت له تعرف انه احنا، انا احكي لك عن قصتي، انا عشت ببلاد عربيه ولما كان في درس قواعد لغه عربيه او اي نشيد كان المفروض علي احيانا يعني اتلو من القران او اقول اي ايه او اي شيء يتعلق بالقران، وعمري ما اعترضت رغم ان بلادي هذا. انا بنت الارض، انا سريانيه وبنت الارض، وانا واحنا مؤسسين الارض. فوقتها ما حكى ولا كلمه. قلت له تدخل وتعتذر من الانسه، دخل واعتذر من الانسه. طلعت في الفرصه عم احكي مع المدير الالماني، شو يقول لي؟ خليه يعبر عن رايه. اوكي، يعبر عن رأيه. ده الفرق بقى، 12 سنة يعبر عن رأيه. يا بس في حين انه بنت عبرت عن رأيها. تفضلي كمل. في حين انه بنت شاب عبرت عن رأيها، هذا الحقد وهذا الكره. صدقيني انا مخنوقه فعلا، مخنوقه. اسفه اني ما فيني اكمل اكثر. لا لا بس شوفي يا ابتسام، هو خلينا دايما نفتكر قد ما الامر بيوجعنا وبيتعبنا مش عشان هم قتلوا مسيحيين، لا، الحقيقه انه المشهد كامل بيقول انه المسيحي المؤمن لما بينتقل لمحضر الرب، اوكي، لكن الضايع هنا هو لم يتعلم عن محبة الإله الحقيقي اللي بتقوده أرواح الشر الموجودة في الإسلام. صحيح. فالعمل شرير، والمصدر القلوب اللي امتلكها الشر ده أرواح شر. لازم نفكر أنفسنا إحنا كمسيحيين النهاردة اللي في الغرب واللي في الشرق واللي قاعدين في وسط الاضطهادات، لازم نفكر نفسنا بدورنا اللي طلبوا مننا ربنا، إنه نصلي من أجل مضطهدينا ونغفر للي بيعادونا ونحب أعدائنا. فأنا بتكلم علشان المسلم يواجه. تفضلي. الأمر مؤلم جدا. يعني أنا كمسيحية أؤمن بديني وأؤمن بعقيدتي، أؤمن إنه أساس ديني وعقيدتي هي المحبة. نعم. بس يعني ما فيني قاوم دموعي لما أشوف هيك، ولما أفكر كيف إنه يتعامل الإنسان هون ويعبر عن رأيه بحرية. نعم. حين إنه إنسان حكت يعني كتبت عبارة أو شيء إنه وصل فيها الموصل إلى هذا الدرجة إنه تقتل، ترجم وتحرق. يا للأسف. ودي الحاجات اللي بتوصل لنا. بس على فكرة أنا ما سمعتش ولا تعالي، أنا يعني كنت لسه هقول ده قبل ما تتصلي، ما سمعتش ولا تعليق على البنت. مؤسف. ولا منصات التواصل الاجتماعي ما كتبتش حاجة على البنت دي إلا المسيحيين اللي كتبوا عليها، لكن يعني هم قتلوها، حرقوا الجسد، والكتاب بيقول كده لا يتخافوا ممن يقتلون الجسد، لكن نخاف من اللي ليه سلطان على الروح والجسد. اللي يعاديه هيخشاه. هي روحها مع الرب. شكرا لك ري. شكرا حبيبتي. شكراً. انا سعيده ابتسام باتصالك حبيبتي. شكرا.
ربي يبارك. أعذريني لأني فعلت بس فعلا تألمت. أشكرك، أنا عارفة أنا عارفة. أمين، أشكرك يا ابتسام. ربنا يستخدمك في المكان اللي أنت فيه. أرجع أقول تاني، العمل شرير والمصدر من القلوب اللي امتلكها الشر اللي هو إله الإسلام نفسه. يعني اللي يخلص من هذا الشر، ما فيش حاجة تخلص من هذا الشر إلا معرفة الله الحقيقي. زي ما قلت، ما سمعتش ولا حديث ولا تعليق على البنت، لكن في تعليق عايزة أوريه لكم من عاصم عبد المجيد، هنشوف الصورة دلوقتي. بس يعني قبل ما تركزوا على التعليق ده، أنا عايزة أقول تاني وتالت ورابع، أنا بحط الحاجات دي وإحنا عموما بنتكلم في الحاجات دي علشان نحط النور على الظلمة اللي بيحطها الإسلام في قلوب الناس فتتغير أنت. لكن المؤمنين بقول لكم، لا تغضب غضب يجعلك تترك الصلاة من أجل جارك. الأداة الحقيقية اللي في إيدي أنا كبنت يسوع المسيح إني أوصل رسالة يسوع المسيح، وده الهدف، ده الهدف. في الآخر أنا بقول لك مفيش غير يسوع المسيح اللي يخلصنا من هذا الشر، لأنه أنا شهادة حقيقية اليوم، أنا كنت مسلمة والمسيح فعلا خلصني من الشر بالكامل، طهر قلبي، غيرني، خليني أبقى متألمة معاك لكن مش غضبانة عليك. خليني أخد مكالمة الأخ رياض من فرنسا. أهلا بيك. ألو، سلام المسيح مدام أماني. سلام ونعمة، أهلا بيك أخويا رياض، اتفضل. المسألة في غاية البساطة، الشيطان كان منذ الأزل يريد أن يضع كرسيه فوق كرسي العلي، هدفه فما قدرش، فدخل في خليقة الإله اللي هو الإنسان من أول بدء خالص، قال له أنت تخش كل من الشجرة وأنت هتبقى زي ربنا، وهو يعلم تمام أنه مش عمره هيبقى زي ربنا، بس إزاي عايز هو يدمر هذا الإنسان. والسؤال بقى النهاردة، هل نجح الشيطان في وضع كرسيه فوق كرسي العلي؟ في الإسلام نجح بنسبة 100%. لا ده هو دليل على كده. لا هو ما حطوش فوق كرسي العلي، هو يعني بيتظاهر هو امتلك. بقول كلمتي في الإسلام. في الإسلام نجح. عشان الكلمة واضحة، نجح في الإسلام بنسبة 100%. أكبر دليل اللي حضرتك بتقولي دلوقتي. أما أي مصيبة تحصل في العالم بتلصق في مين؟ ما بتقولش في الشيطان ولا في محمد. بتقال الله أكبر، هي بلزقت في مين؟ في الله. الجريمة بتلصق في الله نفسه. الناس اللي ما تعرفش ربنا ولا أي حاجة تعرف إن فيها حاجة اسمها الله، وهو المسؤول عن الناس دي كلها. أما يجي يذبح مدرس في فرنسا هنا والراجل يجي الله أكبر، الفرنسيين ما يعرفوش مين الله. الله ده ماشي، يبقى هو ده المجرم، هو ده اللي علمه الكلام دوت. فديت هو ده هدف الشيطان من الاول، ودي خطه الشيطان ونجح فيها. بلاش سيبك، مش مشكله انهم بيقتلوا مسيحيين وبس، لا، تعالي انت النهارده لو في واحد مسلم في ميدان ما من في مصر، في اي ميدان، وقف سب ربنا، هيقولوا له يعني يا اخي خلي عندك شويه دم وبتاع. انما لو سب النبي هيقتل طبعا. هو لو واحد مصري مسلم ده قانون، ما يقدروش في اي ميدان في القاهره هيمسكوه هيموتوه ضرب اي حاجه، وتحت اشراف البوليس وتحت اشراف الناس كلها، وهيظهروا وهيقصوا كل حاجه. مظبوط. تعرف استاذ رياض، هعلق لك حاجه على اللي حضرتك قلته ده، ان كلمه الله اكبر اصبحت يعني بتلقي بكل هذا الشر على الله. في فيديو لسه امبارح انا لسه شايفاه، ابقى احطه لكم الحلقه اللي جاي. واحد وقف لابس اللبس الاسلامي المعهود بتاعهم ده في وسط مجتمع عربي في وسط سوق، وقال الله اكبر، وراح ماسك الشنطه بتاعته يطلع حاجه، الناس جريوا عليه. ايوه افتكروه هيطلع قنبله. فالله اكبر يرعب المسلمين ايضا. يعني مش بس الغرب. ايوه، ما هو ده اللي انا بقوله. ده انا بقول النهارده اي واحد يطلع في اي مطار في العالم بما فيهم الدمه في السعوديه نفسها، بل حضرتك يقول الله اكبر ويصرخ، الناس كلها تسمع على الارض بالظبط قلب السعوديه. فخلاص اصبح صوره الله مشوهه تماما عند المسلمين وعند الاسلام بسبب مين؟ الشيطان. نجح بنسبه 100%، وربنا يبارك خدمتك. وربنا يباركك، وشكرا على تعليقك. انا يعني الحقيقه سعدني تعليق الاخ رياض جدا. هو الشيطان فعلا نجح انه يكون العمله المزيفه، الاله المزيف اللي يترك اثار الشر في قلوب
عبيده أتباعه. يعني على فكرة هقول تعليق علقوا الأستاذ عمرو أديب على الموضوع اللي هنتكلم فيه بعد شوية، موضوع الصحفية شيرين. فهو من ضمن تعليقاته بيقول له: هو أنت يا أخي اتولدت مسلم؟ وأنت اتولدت مسلم، هو أنت اخترت؟ ولا أنا اخترت ولا أنت اخترت، وأنت مالك بتقول للناس ما تترحمش عليها ليه؟ أنتم عبيد لما لم تختار. الله يديكم الحرية الحقيقية في المسيح يسوع، لمعرفة قلب الله ومحبة قلب الله اتجاهكم. شوف كده السلايد اللي جاي ده، عاصم عبد الماجد الحقيقة مبهر. بيقولك كان الإمام بيجيب لك من الجذور، يعني ايه، بص الأصل فين اهو. كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إذا نظر إلى نصراني أغمض عينيه، فقيل له في ذلك فقال رحمه الله: لا أقدر أن أنظر إلى من افترى على الله وكذب عليه. أين علماء السلف؟ فين الناس اللي زي دول؟ لا موجودين، وانت مثل. طيب خليني اخد الاخ جرجس. اهلا بيك يا اخ جرجس، اتفضل. سلام يا اخ، امان يا رب. سلام ونعمه، ويستخدمك لمجد اسم القدوس ويباركك. شكرا. انا بس مش عارف ايه الاله اللي عايز الناس تدافع عنه، والنبي اللي عايز الناس تحميه. المفروض العكس، المفروض ربنا هو اللي بيدافع عن الناس، والنبي هو اللي بيهدي. هو في احساس بالنقص عند المسلمين، وانا عايز اقول احنا نشكر رب لسه فاكرين ان هم سادة العالم، ان هم يقدروا السيب بتاعهم يقدروا يعملوا اي حاجة. ايوه لسه فاكرين. اللي عايز اقوله ان نشكر ربنا جدا ان هم في 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 ذيل الامم. لو كان هو قوة عظمى، لو كان هم القوة العظمى زي اوروبا او زي امريكا او روسيا، كانوا دمروا العالم، لان فاكرين نفسهم ان ما فيش منهم، يعني بيتكلموا كانهم هم اللي مالكين العالم، لكن ربنا خلاهم في ذيل الامم. وعايز اقول ان هم فاكرين هم كده بينصروا الاسلام، ده هم بيدوا صوره سيئه جدا عن الاسلام والمسلمين. هو الله لا يترك نفسه بلا شاهد يا اخي جرجس. حتى الناس المعتدلين يا اختي اماني زي اسلام بحيري او احمد عبد الماهر او الناس اللي بيحاولوا بالحق يجملوا صوره الاسلام، ايوه لو يسيبوا فيهم ويكفروهم، ايوه مصرين ان هم ياخدوا البلاك سايد من الاسلام. يعني حتى الناس اللي بيحاولوا يجملوا الصوره يقول لا في محبة، في رحمة، في بتاع، معروف أول ما يشوفوا إسلام بحيري أو رشيد إلال من المغرب أو أحمد المتشار أحمد عبد الماهر، أيوه يزيلوا السيمة فيهم ويكفروه، مصرين إنهم يبينوا الإسلام في أبشع صورة. لكن ربنا زي ما حضرتك قلتي لا يترك نفسه بلا شاهد. أمين أمين. أشكرك يا أخي جرجس. أرجع تاني بقى للتويتة بتاعت عاصم عبد الماجد. في نهاية التويتة بيقول لهم إيه: أين علماء السلف من عمائم غلبها التلف؟ هو عايز علماء اليوم يرجعوا للتعليم الحقيقي والأصول الإسلامية. برضو أحمد بن حنبل ما جابش الكلام ده من عنده. أحمد بن حنبل عمل اللي علمه له محمد اللي قضى على اليهود في اللي حواليه والمسيحيين اللي حواليه، واللي أصر أنه العلاقة بين المسيحي والمسلم أو اليهودي والمسلم تكون مقطوعة مبتورة من البداية. بقى سيبك من الحواديت اللي بيحكوها حوالين الحكاية دي، لكن الواقع أنه قال أخرجوا النص اليهود والنصارى، ويعني والقرآن نفسه ولغته في الكلام عن المغضوب عليهم ولا الضالين. المشكلة هنا للعاصم عبد الماجد وأمثاله، ربنا يلمس قلبك. المشكلة هنا قلبك وحياتك
واللي انت بتورثه لأولادك والأجيال القادمة ده ناتج عن عقيدة شيطانية لا تورث إلا الشر. ويقول لك الإسلام دين السماحة. يعني إيه تسامح؟ يعني إيه تسامح؟ أنت فاهم يعني إيه تسامح؟ يعني إيه؟ إنك تتسامح إنك تقول لي مثلا إن أنا مخليكي قاعدة في البلد لكن نحن الأعلون؟ أنتم الأعلون؟ ده تسامح يعني مثلا انه عندك جار مسيحي ده تسامح انه جارك لسه عايش؟ ايه هو التسامح؟ وليه انا محتاجه انك تتسامح معايا فعيش؟ ليس في يديك حق الحياه او منح الاخر حقوقه، حقوق الاخر اللي معاك ربنا مديها له، الدوله تديها له، القانون يديها له، انت زيك زي المسيحي الموجود جنبك والمسيحي الموجود جنبك. يعني يا ريت لما تيجي تقول دين السماحه تبقى تفتكر الرؤوس المقطعه اللي من بدايه تاريخ الاسلام لحد النهارده. وانت بتنظر للناس اللي حواليك، ده انت حتى مش قادر تتسامح مع الشيوخ اللي عندهم راي غير رايك، اسهل شويه بس، يعني رايهم اسهل شويه بس. يعني على فكره بقى اللي قالوا ده كان مش متصل بالحادثتين الاولانيين بتاع قتل المسيحيين او التعامل مع المسيحيين من الناحيه دي، لكن اللي قاله ده كان عن استنكاره للترحم عن الصحفيه شيرين. خلينا نشوف قصه الصحفيه شيرين ابو عقله. هنشوف دي صوره السيده شيرين ابو عقله. الحقيقه انا يعني عشان تبقوا عارفين انا حزنت عليها، بحزن جدا على الناس اللي بتنتهي حياتها بيد الشر. اوكي، وهقول من دلوقتي انا لا اعتقد ان اسرائيل قتلتها، ده رايي الشخصي، ها، ولكن سيبك من اسرائيل وسيبك من الفلسطينيين، مش دي قضيتي، ولا هي المسيحيين مش دي قضيتهم. المؤمن يبقى زي إلهه. يعني المسيح لما كان موجود على الأرض، المسيح جه وكان الرومان موجودين في بلده، وكان بيتعامل مع الاثنين، وكان مفاصل نفسه عن السياسة، لكن كان ينظر إلى قلب الإنسان. علشان كده من الرومان ناس تبعوه، كتير ناس تبعوه، عشان الله ينظر للقلب ومش حتة أرض ومش خناقة، اتنين بيتخانقوا واحدة ماتت في النص. غير كده بقى كل المدعين الوقوف للقضية الفلسطينية ومش عارف ايه القضية الفلسطينية بس القضية الفلسطينية، انت قاعد في بيتك، طب دي كانت واقفة قتلوها بقى مين؟ في الغالب هي اتقتلت بنيران صديقة، في الغالب، انا ما عنديش اثبات لكن اهو الناس بتتكلم على الانترنت. برضو دي مش قضيتي. اولا تعزية الاهل الصحفية شيرين، هي نفس غالية على الرب. المسيح قال كده عزيز على الرب موت اتقياؤه. لكن اللي حصل بعد رحيلها هو يعني اللي أنا عايزة أتكلم عنه النهاردة. يعني طيب خليني أخد مكالمة الأخ صلاح. أهلا بيك أخ صلاح، تفضل. أخت أماني، أنت المفروض تلوميها على الإساءة أولا. ألوم مين؟ أنت المفروض تلوميها على إساءتها للرسول الكريم، هذا أولا. طب أنا هقول لك حاجة، أنا أقول لك حاجة، ألومي. اسمحي لي ده كمل، اسمحي لي. لا 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 أنا مش تلوميها أولا. أنت عارف إنها لامت أساءت لمحمد؟ بأي محقة شيء له؟ نعم؟ بأي محقة شيء للرسول الكريم؟ بأي محق؟ هذا حرية، الإساءة للرسل والأنبياء ما حرية، هذا فسق وفجور. سؤال، أنت متأكد إنها أساءت للرسول؟ او لا؟ انا عايزه او لا. بالبرنامج قلتي نتيجه اساءتها يعني قتلها، وقلت محدش عارف هي قالت ايه. انا اوكي استنى، لكن انا معها يا معلش قول لي اسمك ايه تاني.
اسمك ايه تاني؟ صلاح. صلاح، استاذ صلاح. اسمعني دقيقة واحدة عشان وقت البرنامج دلوقتي، احنا بقينا في الاخر. انا عايزة اقول لك حاجة. فرد اساء لدين حد تاني، اوكي؟ انت عندك يعني واحدة اساءت، انت في اي دولة عربية اسلامية غربية مش في قانون؟ هل انت موافق؟ ما شغل. انا بس اسالك سؤال، انسان ليش يسيء للانبياء والرسل؟ انا اسال حضرتك ليش سؤال. انا معلش ردي على سؤال حضرتك، ردي على سؤال حضرتك. لماذا يسيء القران للمسيحيين ويدعوهم كفار ويدعو اليهود قرده وخنازير مثلا؟ اختي يعني أخت، انت موافق على انه هذا على هذه اللغه اللي انت بتصلي بيها؟ اي دين، اي دين تجي، اي دين تتناولينه ويقول لك غير ديني في جهنم، يعني كل دين يقول انا غيري لا يدخل الجنه، هاي كل لا مش دين نقطه. لا مش دين نقطه. بص، مش دين نقطه. في ايمان ينتج في قلبك شر، وفي ايمان ينتج في قلبك سلام، لانك انت غير مسؤول عن الاخر، انت مسؤول عن نفسك امام الله فقط. يا استاذ صلاح، انت مكالمتك دي بتقول لي ان انت موافق. اماني معلش، هسه انا اسالك سؤال. لا هترد علي الاول. وامه يقتل. لا، يقول من يسب امه واباه يقتل. يا استاذ انا عايزك انت ترد علي، انت مسؤول عن غيرك ولا في قانون يحاسب الناس؟ انا قلت مسؤول في آخر عن رسولي وعن قراني. يا اذا انت ايضا، اذا انت ايضا ماده لقاتل قادم، جارك هيشتم الرسول هتقوم تقتله. انا ضد القتل. احنا عيب نقول كلمه قتل اصلا، احنا دين الاسلام دين الرحمه. لا معلش، ما عندكش اثباتات على ده، ما عندكش اثبات على ان دين الاسلام دين الرحمه. ما اقبل. ما تقبلش ايه؟ احنا نحترم الانبياء. ما تقبلش ايه؟ احترام للرسول الكريم الخلق. اوكي، إيه انت احترم رسولك زي ما انت عايز، لكن انا رايي ان ده لا رسول ولا هو نبي، انا حره، ده رايي. انت حره بس ما لك حريه تسيئين علنا، ما عندك حريه تسيئين علنا. دي مش اساءه، اني اقول ما فيش معطيات تقول ان هذا الرجل رسول. دي حريه شخصيه، لان انا درست حاجات بتقول كده. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا لما اشوف نتيجه عمل وتعليم هذا الرجل في حياه الناس اللي احنا بنعاني منها النهارده، اللي لا تسمح للمسلم انه يقول الله يرحمها على واحده ماتت مقتوله في حرب. بحياتكم ما طرحتم شبهة حقيقية، كله كذب وتدليس ونفاق. طيب ابقى يعني ايه، ابقى تعالى قول لي ايه الحاجات اللي انت شايفها تدليس. اشكرك يا اخ صلاح. مش عارفة اقول ايه، يعني مش عارفة اقول ايه. في نهاية الكلام عن البنت النيجيرية اللي اتقتلت، دبرا، في نهاية الكلام عنها، انا قريت مقطع صغير قوي بيقول كده، انه الولاية اللي هي عايشة فيها، البلد اللي هي عايشة فيها، نيجيريا عموما، معروف انه اي حد بيتكلم في ضد الاسلام بيعاقب عقاب شديد وبيصل الى درجة الاعدام. يعني كان ممكن تعاقب قانونا وتعدم قانونا. لكن انت المفروض ان انا لومها ده انتوا حرقتوها ورجمتوها في الشارع وتقولي المفروض ان انا لومها؟ الومها على ايه؟ هي سلب حقها في الحياة، ألومها على إيه؟ علشان تبقوا عارفين، لما حصلت حادثة الحوادث في الجوامع، حد هيعتدي على حد في الجامع، بنتكلم ضدها طبعا، لأنك تاخد حياة إنسان، دي ده مش من حقك. الله عايز يدينا حياة، مش ياخد حياتنا بالموت ويعدم فرص الإنسان في التوبة والرحمة. كلمني عن نبي الرحمة والإسلام اللي جاء بالرحمة، وخليني حطلي لو سمحت السلايد اللي جاي بتاع عبدالله رشدي ده. أدي الأستاذ بتاع الرحمة. حلو قوي إن احنا نقعد يتكلم عن رحمة الإسلام، لكن
أما تيجي تتكلم عن المسلم وغير المسلم يقول لك تترحم وتصلي على اللي يترحم ويصلي على الميت أهل دينه، وإحنا بس نقدم واجب العزاء ونقف بجوار المصابين ونعزي المجروحين وندعمهم، لكن عيب الاستغفار له ودفنه والميراث والكلام ده كله ما تمسش ثوابت الدين. الناس لسه الست ما كانتش اتدفنت لما طلعت تويتة. خليني اخد مكالمة. مين معايا؟ انا اسفة ما سمعتش الاسم. أهلاً. السلام عليكم. سلام ونعمة ليكي، اهلا بيكي يا اختي. معلش قولي لي اسمك تاني، مش عارفة اسمع. مايا. مايا ادريس. اهلا بيكي، تفضلي يا اختي مايا. طيب انا ما عارفة البرنامج من اوله تمام، لكن بس في نقطة معينة حابة اعلق عليها. تفضلي تفضلي، انا سامعاكي. طيب بصي مايا، اطفي التلفزيون، اسمعيني بس من التليفون عشان بيعمل تأخير. تفضلي. تمام. طيب اكيد الدفاع عن الاسلام هو ما من شأن المسلمين، لانه ربنا هو بيتولى الدفاع عن الاسلام. يلا ما في مسلم، المسلم بيؤمن بسيدنا عيسى. فالمسلم ما بيقدر يقول كلمة ما كويسة في سيدنا عيسى، يعني بالعكس، يعني في صورة كاملة اسمها مريم في القرآن تمام. صورة طه تتحدث عن سيدنا موسى. فيلا الإسلام يؤمن بكل الأديان السماوية. المسلم بيؤمن بكل الأنبياء بكل الرسل. طب إيه يعني المسلم لا يستطيع إنه يقول كلمة سيئة عن أي نبي، يعني الحمد لله المسلم يؤمن بكل الأنبياء بكل الرسل. طيب أنا معلش بصي الكلام ده كلام مرسل، وعملت يعني برنامج المرأة المسلمة فيه 518 حلقة، تقدري تراجعي الكلام اللي حضرتك قلتيه ده مردود عليه في كل الحلقات دي. اوكي، يعني ما تقوليش سورة النساء وسورة مريم والكلام ده كله، ده كلام مردود عليه، حطي الكلام ده على جنب. انا بكلمك على النتيجة اللي على الارض النهاردة. انت بتقولي انه المسلم مش واجبه يدافع على عن الاسلام ولا الهه. الكلام ده خطأ اسلاميا، لان الواجب الاول للمسلم هو الجهاد والدفاع عن الاسلام والزودة عن الرسول. ده يعني عندك 900 آية، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، فمش عارف إيه يعني. لا معلش، أنا ممكن أوضح لك نقطة. لا ما عنديش وقت للتوضيح دلوقتي يا مايا، لكن المسلم ما مكلف بالدفاع عن الإسلام في حالة واحدة، فهمتيني؟ أنا ما مجبرة بين إنه مثلاً ما أسمح لي الشخص غير المسلم بإنه يتعايش، أنا ممكن أتعايش مع كل الديانات، فهمتيني؟ أوكي. يعني ممكن تلقي الواحد. بصي عشان بصي فاضل 4 دقايق بس على البرنامج، هسألك سؤال محدد. أنت بتقولي أنت مفروض عليكي تتعايشي ومش مفروض تدافعي إلا في حالة إذا حد هاجم الإسلام، زي الكلام على الرسول. يعني البنت اللي اتكلمت على محمد دي يجب قتالها، يعني توافقي مثلا على القتل الذبح المدرس الفرنسا لانه اتكلم على الاسلام، لانه اتكلم ضد الرسول، الرسومات الكاريكاتوريه اللي حصل بسببها قتل لعشرات الناس، حق القاتل انه يقتل الناس دي ولا لا؟ الكلام شنو متناقض؟ معلش الكلام متناقض، فهمتيني؟ انا كانسان ما ملزم بديانه الشخص اللي قدامي، انا بحترم كل الديانات، ده موضوع بيخصه، انا بدعو للاسلام. لا. تمام. لا. بالتعامل باي حاجه، لكن طيب انا بشكرك. يا ريت تكلميني على الواتساب، تكتبي لي ونتابع الحديث عشان ما فاضلش وقت، انا مش قادره، مش هيبقى عندي وقت اكفي الحلقه. اسفه. قلت في مكالمه تانية. اوكي طيب. يعني الدفاع المستميت لانه في حاجة اتلمست هنا، يعني في حاجة وجعت الناس. انا عايزة اوريكم الكلام ده
اللي الناس بتقوله زي عبد الله رشدي وعدم التسامح وعدم الترحم على الناس. شوف السلايد اللي بعد كده تكملة كلامه مثلا، بيقول لك بقى ان الناس اللي بتستغل الفرص دي بغرض ضرب شيء من ثوابت الدين. يعني هو شايف ان اي حد يقول الله يرحمها وعايز يضرب ثوابت الدين، ده راجل مش عايش الا يعني المسلم بيبقى متركب كده، هو مش عايش يفكر الا ازاي يحمي الاسلام. ما تقوليش انك مش شغلتك تحمي الاسلام. تشوف السلايد اللي بعده. بيقول حاتم الحويني: عجبا لمن يصلون صلاة أتى بها رسول الله على من يكفر برسول الله. زعلوا قوي إن في شوية مسلمين قاموا صلوا صلاة على الست دي اللي ماتت، لأن هم اعتبروها واحدة منهم. فعبر المسلم اللي كان واقف بيصلي عليها ده، عبر عن مشاعره وصلى عليها علشان هي من عيلته، من بلده، من لحمه، ماتت عشانه في اعتقادهم يعني، مش كده؟ شوف السلايد اللي بعد كده. اوكي. والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. فيصبح المسلم هنا، خلاص مش هاخد سلايد تاني، ده كفايه. يصبح المسلم هنا شخص يعني عنده حكم قاطع من الهه ان اي حد يموت على غير الاسلام داخل النار، فلا يترحم عليه ولا يقول كلام عليه. لانه حتى يعني الامر العجيب انه اله الاسلام منع محمد نفسه من الاستغفار والترحم على امه وعلى عمه، لانه اله يقطع الارحام ويقتل الانسانيه في الاسلام، في الانسان. والازهر لما يقول انت ممكن تترحم بس ما تستغفرش، يعني ايه؟ لانه الغفران ده بقى ايه؟ بتاع ربنا كده. العكس صحيح على فكره. في المسيحيه احنا ما بنقولش على اللي مات الله يرحمه، لانه خلاص امره في ايد ربنا، لكن بنصلي من أجل، نقف ونصلي من اجل العيله والناس وألمهم، ونرفعهم في الصلاة، ونصلي قبل ما يموت، مش بس يعني الشخص اللي بيموت. لا، انت ما عندكش معطيات تساعد بيها الناس علشان يبقى عندهم مشاعر إنسانية حقيقية، لأنه المعطيات صدر عن إله فاسد. القرآن أفسد العقول ولا يقود إلا للهلاك. ما فيش حاجة تقودك إلى الرحمة والإنسانية إلا يسوع المسيح، هو اللي يغير نفسك فتكون أنت عامل مغير في المجتمع بمحبة الله اللي فيك. بصلي إن الله يملاكم بالمحبة والغفران والتسامح، وإلى اللقاء.